نحن لا نعتبر الحكومة الجديدة أقل سوءاً من سابقاتها، وندين إعلان رئيس الوزراء الجديد نفتالي بنت دعم الاستيطان وخاصة في المناطق المسمى جيم بمغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي كرسي الحكم في إسرائيل أمس بعد 12 عاماً متواصلة من مكوثه فيه، تكون قد انطوت واحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع، والتي لا يماثلها في السوق سوى الحقبة التي تولى فيها الرئيس ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة. ونرى أنه لا يوجد للحكومة الجديدة أي مستقبل إن هي لم تأخذ بالاعتبار مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة الذي بات تعداده يزيد عن تعداد الإسرائيليين بين النهر والبحر.